عيد ميلادي. لغايه من شي 5-6 اشهر تقريبا في سنانه من جوا من هون الاشعاعات النوويه محروقين، فقامت الدكتوره قالت لنا خلع له اياهن عشان يبدل. فقمنا خلعناه بدرس للصبي، بهاي الاثناء اكتشفنا اللوكيميا. كان عندي لوكيميا بالدم، كانسر بالدم. عملت أخذت جرعات وبعد عملت عملية زرع كل عظم. جمعية أغاثة أطفال فلسطين هي ساعدتنا لحديت الآن، يعني بأكبر مبلغ عم يتسلم بشكل إنه الدواء، الدواء يعني ما أقدر أمنه، يعني مبلغ كتير كبير. وهلأ هو عملنا له كم علاج بحاجة لعملية زرع نخي عظم. عملنا فحوصات مع اخواته، فسابت الفحوصات مع اخته الصغيره، سابت 100%، بس العمليه مكلفه جدا.